طيب تمام. فبناء عليه شو بده يكون الحل عندي؟ بناء عليه بده يكون الحل عندي زي ما احنا متعودين وزي ما احنا حفظنا. الحل عندي بده يكون كالاتي، بده يكون انه واي بده يساوي اللي هو عباره عن سي 1 في اي قوه الفا في اكس، الفا اللي هي عباره عن سالب نص في اكس تمام، في كوساين بيتا، بيتا حكينا هي فقط هي عباره عن فقط جذر السبعات، ليه؟ ما باخذ سالب او موجب لانه السالب والموجب بيعوض مكانها اللي هي الساين او الكوساين، فبالتالي حتكون عباره عن كوساين جذر السبعه على 2 في اكس منطقيه لهون، زائد سي 2 في اي قوه الفا في اكس قوه سالب نص في اكس، في ساين كمان بيتا اللي هي جذر السبعه على 2 في اكس. تمام لهون ان شاء الله احنا نكون وضعنا تمام. حكينا هيك احنا عرفنا اللي هو الهوموجينيوس وذ كونستانت كوفيشنتس، حكينا الحل عندي بشكل عام بيكون اللي هو عباره عن اي قوه ار اكس، اخذنا 3 كيسز للمميز اللي هو بيكون ناتج عن الكاركترستيك ايكويجن، حكينا انه الكاركترستيك ايكويجن اللي هي عباره عن مثلا لما يكون في عندي وذ كونستانت كوفيشنتس حكينا مع كل مشتقه بحط ار، مثلا المشتقه الثانيه بحط ار تربيع وهكذا، بطلع قيم الروتس، حكينا اللي بدي استفيده وحكينا اللي بعده اللي انا بطلع قيم ار، حكينا اذا كان تو ديفرنت روتس بكل حال طبيعي C1 في E قوة R1 في X زائد C2 في E قوة R2 في X، إذا كان repeated roots شو حكينا بنعمل؟ نضرب في X، وإذا كان complex roots زي هاي الحالة إن شاء الله تكون مفهومة، رح يكون في عندي اللي هو زي الطاعة اللي C1 في E قوة ألفا X كوساين بيتا X زائد C2 في E قوة ألفا X في ساين بيتا X. تمام إن شاء الله لهون تمام. هيك احنا بنكون خلصنا شو؟ هيك احنا بنكون خلصنا اللي هو ما يتعلق بالجزء الاول من المخطط اللي انا رسمت لكم اياه، اللي هو الكونستانت اللي هو الهوموجينيوس وذ كونستانت كوفيشنتس، اللي هو الهوموجينيوس وذ كونستانت كوفيشنتس. تمام. هلا بدنا نروح على الجزء الثاني. الجزء الثاني كثير مهم وبده تركيز، اللي هو هوموجينيوس وذ نون كونستانت كوفيشنتس. هوموجينيوس وذ نون constant coefficients. تمام. طيب هاي شو الفكره فيها؟ تذكروا الفرع الاول شو او الجزء الاول من المخطط كان يطلع عندي مثلا انه مثلا y double prime زي هيك كان مثلا y double prime ناقص 3 y prime زائد y بيساوي 0. كان معامل كل ال y's ارقام. هون بدي ابلش اتعامل مع يكون معاملها مش ارقام، ما تخافوا الموضوع مش صعب ابدا بس بده شويه تنبيه. هلا الستاندرد فورم، طبعا انا بنصحكم نصيحه كل ما تسمعوني حكيت كلمه ستاندرد فورم اعرفوا انه اول ما تشوفوا السؤال بيتعلق بهذا الموضوع بدكم ترجعوه للستاندرد فورم. هلا الستاندرد فورم لهذا السكشن، الستاندرد فورم بده يكون بهذا الشكل. بنكتبه بلون ثاني. بده يكون بهذا الشكل او مش بنكتبه بالاسود، رح يكون بهذا الشكل. A x تربيع في y دبل برايم زائد B x y prime زائد c y بيساوي 0. homogeneous with non constant coefficient. طبعا ال a وال b وال c انا ما بيهموني، هم عباره عن ارقام، يعني كانوا موجودين كان قيمهم 1 3 4 شيء انا ما بفرق معي، اللي بفرق معي فقط عباره عن اللي هو المعامل y double prime او معامل ال y. لاحظوا هون انه معامل y double prime هو x تربيع. معامل y prime هو x. معامل y بالنسبه لx هو ما في، يعني عباره عن x قوه 0. لاحظوا في عندي هاي ملاحظه كثير مهمه، يعني لو بتفهموها تفهموا الفكره اللي انا بدي اوصلكم اياها. هلا هون في فانكشن بدلاله y، في عندي فانكشن اسمه y، هذا ال y شيء بدلاله x. هلا لاحظوا اني انا كل ما اشتق y درجته عم بتقل. ليه؟ كيف عرفت الطيب؟ لان انا فعليا قاعد بعوض فيه باكس تربيع، يعني انا لما اشتقيته مرتين احتجت اني اضرب اكس تربيع عشان يصير قوته بتساوي قوه، يعني هم فعليا هذا الشيء هذا التيرم هو نفس قوه هذا التيرم نفس قوه هذا التيرم، فبالتالي يعني انا الثلاثه هذول الثري تيرمز هذول هم مرفوعين لنفس القوه. طبعا كيف عرفت من هذا الشيء او شو بدي استنتج من هذا الشيء؟ بدي استنتج انه لاحظوا انا لما جمعت لي انا فعليا واي هي عباره عن مرفوع عن قوه معينه، اشتقيتها قلت درجه، لما قلت درجه بتضربها في اكس فترجع زي قوه الاولى، ولما اشتقيتها كمان مره تمام قلت كمان درجه، فبالتالي اضطريت اضربها في اكس تربيع. ان شاء الله تكون مفهومه. اذا حكينا هذول الثري تيرمز عباره عن نفس القوه مرفوعين لنفس القوه،
طيب طب انا كيف عرفت اني انا كل ما اشتق عم تنزل القوه؟ لاحظوا اني انا عم بجمعهم لبعض. هلا هاي نفس هاي صح، لكن بما انه هاي مضروبه في اكس، معناته هذا الشيء هو نفسه واي لكن اقل من القوه، عشان هيك انا اضطريت اعوضه بالضرب اكس. هاد اقل من هاد بدرجه، كيف عرفت؟ لانه هذا هو نفسه هاد لكن مضروب في اكس تربيع، فبالتالي واي دبل برايم هي اقل من واي برايم بدرجه. اللي بدي اوصله ايش هو الفانكشن اللي لما اشتقه بتقل قوته؟ واضح انه البولينوميال او كثير الحدود. فبناء عليه شو بدي يكون الحل عندي؟ بناء عليه الحل اللي بدي يكون عندي هو واي بيساوي اكس هو ار. تذكروا هناك لما حكينا y بيساوي e قوة r x؟ لا، لما يكون homogeneous with non-constant coefficients رح يكون الحل عندي y بيساوي x قوة r. نفس الاستراتيجية اللي اتبعناها، بدي اشتق مرتين، y برايم بدها تساوي r في x قوة r minus 1، y double برايم بدها تساوي r في r ناقص 1 في x قوة r ناقص 2، بهذا الشكل. طيب بدنا نعوض، تعالوا نعوض. هلا y double برايم بدي اعوضها هون، رح يصير سوري رح يصير في عندي a في x تربيع في y double prime اللي هي r في r ناقص 1 في x